مرحبا بكم مشاهدينا اينما كنتم الى ملعب فرنسا ليفربول نهائي كلوب ضد انشيلوتي بين قطبي الكره الانجليزيه والاسبانيه ونجوم الكره الذي يحتضن للمره الثالثه نهائي دوري ابطال اوروبا في حضور جماهير فرنسا رغم عددهم الهائل 7000 شرطي كانوا ينظمون هذا النهائي ولكن حدث شخصيا لا يمكنني تصور سيناريو هذه المباراه عندما نتذكر ما فعله الريال ونتذكر حجم ليفربول وقوته وبراعته وروحه وإصراره وليقته ونسقه واندفاعه ورتمه العالي نعتقد بأن ليفربول مرشح ولكن ريال مدريد الملكي يصعب عليه أن يتنازل عن ملكه طرح سلم الكرة دخل ممتازة كارفاخال ضيعتها الكانتارا ضيعتها لوكا مودريتش استرجعها والحكم يرجع ويصفر خطأ لصالح العناصر ليفربول مخالفة كرة أرمولد ودي صلاح يدخل صلاح ممتازة ممكن يرجع لساديو ماني خرجت الكرة ركنية ولا ضربة مرمى الحكم يقول ضربة مرمى جول بافيتو صلاح وراح ضربة مرمى لصالح الحارس جيبوا الكرة الآن فالفيردي عرضية فابينيو يدخل لويس يلعبها لصلاح روبرتسون ومندي مع تشيبو كورتوا يرجع له الكرة هذه بروعة نعم حذاري من ذلك الضغط العالي من هندرسون الكرة بعيدة تماما جينيور روعة من كوناتي ليفربول لا يرمي الكرة العرضية يلعبوها بينية قصيرة ليندرو روبرتسون روبرتسون ساديو ماني ساديو ماني ساديو ماني تسديدة مرة ثانية ثنائية أخرى فان دايك مع فالفيردي وارنولد في التقدير ريال نازلين تحت من دون ولا مهاجم شوف الفراغ اللي خلاهم شوف الفراغ هنا ساديو ماني فرص سابحة ليفربول صلاح فرصة تام وماني فرصة خلل فادح في دفاع الريال لعبت مع بنزيما كازيميرو يخرج بالكرة يستفيد من خطأ بعد تدخل من تياغو الكانتارا أمام كارلوس كازيميرو الكرة بعيدة وين يا أليسون وين كرة جول أرضية دياس وتغطية دفاعية من هنا لفوضي يلعب شوف الفراغات شوف المساحات يطلب على كازيميرو توزيع من جونيور كارفاخال ولويس دياز وكارفاخال في هذه اللعبه توني كروس يرجع لكارفاخال مره ثانيه اندرو روبرتسون في الاسترجاع رجع لهندرسون هندرسون لارنولد فابينيو تسديده مره سلامات سكنوا في دفاعهم عناصر ليفل الريال بعيد الكره وسهل عناصر الريال ارتاح فينيسيوس هرب مندي فان صلاح ادخل صلاح ما زال صلاح والتدخل وراء هرب من هنالك على الجهه اليمنى والتغطيه دفاع لوكا مودريتش لم يقدر التغطيه من هنالك من كارفاخال وصلت ساديو ماني التغطيه من قبل توني كروس والحكم كيربا رجع وصف الخطا كازيميرو طلبها بنزيما ارنولد ثاني فرصه لصلاح فينيسيوس بنزيما فينيسيوس كريم فينيسيوس وكريم فينيسيوس على جهة اليمنى كارفاخال صار ماني اندرو روبرتسون وصاد في الجيل في نهاية الشوط روبرتسون هندرسون تسديدة قوية جدا على ما ضربها كارفاخال هيدا لبنزيما بنزيما 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 لا لا يا كريم لا لا تلقى وكريم وضع التسلل كان فيه ركلة جزاء لصالح فيديريكو فالفيردي في اللعبة الماضية كريم ينتظر أمام مواطنو كليمون تيربا وكذلك أمام مارسيلو إذا كان فيه ركلة جزاء أم إذا كان فيه خطأ أم وضعية تسلل طولت مثل ما طولت بداية المباراة تأخرت بأكثر من نص ساعة هنا تأخرنا بأكثر من 5 دقائق الحكم احتسب دقيقتين سيلعب دقيقتين وزايد دقيقتين من الوقت بدل الضايع من عمر الوقت بدل الضايع في حضور زين الدين زيدان في المدرجات ماذا قال الحكم قال العدل ليس هناك أي شيء في حلقة أخرى
أخرى من مسلسل يريد أن يجعل منه الريال أفضل مسلسل في تاريخ الدراما العالمية، مش فريق، مش في تاريخ الدراما التركية أو السورية أو المصرية أو المكسيكية أو غيرها. صلاح زاد بسرعة، يدخل صلاح، التوزيع منه وتيبو كوتوا، فدي كازيميرو، كازيميرو، فينيسيوس، لبها كازيميرو، يقولون أرنولد استلمها وتوزيعها خطيرة، هناك لويس دياس، دياس كمودريتش، لويس دياس وساديو هندرسون، هندرسون، أرنولد، أرنولد من أمام، خطيرة، يوي مرة ثانية، يوي هاي الكرة هذه من أرنولد، قوة كبيرة جدا ودقيقة في اتجاه تياغو ألكانتارا، كاد يخادع الحارس ألكانتارا، لويس دياس، هل منه لويس دياس، دياس من أمام ميليتاو، لويس دياس، يوي سقط وجهه ضرب في الأرض، يدير ميليتاو في الكرة هذه. انت كذلك انه يا كارفاخال لا تتدخل هذه بين اللاعبين وبين حكم المباراة. أرنولد، أرنولد، صلاح، لا لا، مرة أخرى ثنائية هذه المرة من صلاح، اضربها في المرة الأولى وفي الثانية. جماعة ليفربول بدأت تتحرك في المدرجات ولو أن الملعب لا يناسبهم، بوجود كانافارو بطل العالم وفي وجود سيدورف أيضا، قلت لكم بأنه وجوه رياضية كثيرة موجودة في مدرجات الملعب تحضر هذه المباراة. كارفاخال مرة ثانية يلعب علي كازيميرو، كازيميرو، فالفيردي، فالفيردي، فينيسيوس في القائمة الثانية، فالفيردي، فينيسيوس في القائمة الثانية، فالفيردي، 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 توزيع بابا، جول، المجانين بلاعبين مجانين ومدرب مجنون، بل هو أبو المجانين الذي كنا نشاهده منذ حين. يا كلوب، ليس هناك أجمل من هكذا سيناريو للريال. فالفيردي بوم، صلاح، صلاح للجواناني، راح للجواناني، فالفيردي، خطأ وبطاقة صفراء. ولكن يا ليفربول، الريال مدريد ليس سيتي ولا تشيلسي ولا باريس سان جيرمان، لا 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 لا، ليفربول، باريس سان جيرمان، الريال مدريد غير. صلاح يحاول يمر، ما زال عنده كرة الآن، الحق فينيسيوس جونيور، الحكم يقول خطأ لصلاح ارتكبه فينيسيوس. الضحية هو لويس دياس، يوغو جوتا يدخل في هذه اللحظات من عمر المباراة في محاولة لإنعاش الخط الأمامي. مولدون روبرتسون، الرصيد، ماني كارفاخال، ماني، الرصيد، فينيسيوس، كريم، فينيسيوس، وكوماتشي، طلع دقيقة بقت عملية، يحاول يمر، أرجع لهندرسون، خطيرة، الرصيد، بابا جول، أولا تيبو كورتوا معذبهم، تيبو كورتوا رجلهم، تيبو كورتوا رجل المباراة. عناصر الريال، الكرة بعيدة من أرنولد، من أمام كارفاخال لجوتا، جوتا، الركنية تنفذ الرأسية من كارفاخال، ترى يجد أرنولد، أرنولد ضيع، فينيسيوس، جينيور، 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 كوماتي رائع ومبدع، استلم جوتا، دخل جوتا، راح جوتا، جوتا، الكرة خطيرة، 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 أرنولد، أرنولد، جوتا مرت عليك، خطأ آخر يصفره الحكم، الكرة من فوق ملعوبة بقيمة ثانية، خطيرة، بابا رائعة، أيوي أيوي، ماذا ضيع، كرة، كرة لأرنولد على الجهة اليمنى، التغطية من ماندي برو، يدخل ويخرجها في التماس، يدخل كذلك، عفوا، هندرسون يخرج، واو، يخرج هندرسون ويخرج تياغو ألكانتارا ويدخل فيرمينو، يصير عندهم أربعة مهاجمين الآن، أرنولد، 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 أيوة، في العمق التغطية الدفاعية، جوتا، 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 خطيرة، أيوة، يسرى، جوتا، عرضية، صلاح، أرنولد، أرنولد، أيوة، أيوة، على الجهة اليمنى، صلاح، فيرنو مندي، صلاح مازال، صلاح يلعبها في الوسط لفيرمينو، فيرمينو، صلاح، وتزيد، أيوة، أيوة، يا سلام عليك يا تيبو يا كورتوا، يا العملاق يا تيبو، انت العملاق يا تيبو، كورتوا ينقذ مرمى، وغل ساديو ماني يلعب ممتازة خطيرة، فيرمينو، فيرمينو، يا نبي، يا كايتا، يا كايتا،
كوناتي، كوناتي وصلاح، صلاح لم يموت، تمكن فابينيو يبحث عن ساديو ماني، صلاح، صلاح هرب على الجهة اليمنى، صلاح استلم، صلاح خطيرة، صلاح خطيرة، صلاح كل كلمات الثناء على تيبو كورتوا لا تكفي، كل كلمات الشكر لتيبو كورتوا. على اليمين مرفوعة راسية، كريم وفينيسيوس، كريم وفينيسيوس وكريم وكريم باي رونالدو. 12 دقيقة على التتويج الرابع عشر للريال. ماني والجول، ماني والجول، ماني والجول، ماني والجول. والدفاع يغطي ساديو ماني وكامافينجا. ساديو من اللقاء، الكرة مرفوعة وينو كوناتي وتيبو. لوكا مودريتش لبا فينيسيوس متسلل، فينيسيوس هرب، فينيسيوس متسلل. كان ممكن الحكم انه يتريث، كان ممكن يتريث. نابي كايتا، اندرو روبرتسون، هذا هو ريال مدريد الذي يجب ان يكون سببا في تغيير تسميه لقب تسميه دوري الابطال بدور الريال. نعم يجب تغيير تسميته الى دوري الريال. وما ادراك بنزيما، بنزيما، بنزيما كامافينجا، اي 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 بنزيما وكامافينجا. كره هيله، كره هيله، كره ماني، سيبايوس، 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 اي 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 سيبايوس. يسترجعها، يرفع، هيله، 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 اي والتغطيه من كارفاخال. فابينيو، فابينيو يرفع الكره وتيبو. نعم تيبو كورتوا يتوجه لكي يمنح اللقب لريال مدريد. ليس هناك أجمل من هكذا تتويج للنادي الملكي أمام كبار القوم. نادي يمرض أحيانا ولكنه لا يموت. لغى اللقب الخامس عشر. تيربا يصفر. ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا. ريال مدريد بطل دوري الريال وليس دوري الأبطال. نعم هو دوري الأبطال فعلها ريال مدريد الذي يلعب النهائيات من أجل أن يفوز بها ولا يلعب بها، يلعبها من أجل أن يلعبها. ليفربول مرة أخرى يخسر. عندما يفوز ليفربول يفوز، يحقق انتصارات دراماتيكية، ولكن عندما يخسر يخسر بطريقة. تعيش الدراما عندما يفوز وتعيش دراما أخرى عندما يخسر. يفوز بجدارة ويخسر أيضا ليفربول بعزة وبكرامة دون أن يقصر في بذل الجهد، لأنه شفنا المجهودات المبذولة من طرف لاعبي فريق ليفربول في هذه المباريات. كانت المباراة كانت كبيرة وكبيرة جدا، ولكنه لم يوفق في نهاية المطاف. ليس لأنه كان تعيسا أو سيئا، بل لأن الريال بسبع أرواح، الريال بأربعة عشر لقبا، الريال برصيده بتاريخه وبنجومه وبمدربه كارلو أنشيلوتي الذي ينفرد بالرقم القياسي لعدد ألقاب المدربين على الصعيد الأوروبي. طبعا فرحة كبيرة لعناصر ريال مدريد الذين توجوا بلقب دوري أبطال أوروبا الرابع عشر في تاريخ المسابقة، الرابع عشر في تاريخ ريال مدريد. سيكون من الصعب اللحاق بريال مدريد بهذا الكم من التتويجات. ريال مدريد الذي استعاد تاجه الذي ضاع منه منذ بضعة سنوات فقط، ضاع منه منذ سنة 2019 عندما فاز به البايرن، وفاز به ليفربول 2019، وفاز به البايرن كذلك. مارسيلو هو الذي يتسلم كأس رابطة أبطال أوروبا لهذا الموسم لسنة 2022، لأنه بعد هذه المباراة سيودع. بنزيما ترك، مارسيلو هو الذي يأتي بهذه الكأس يسلمها لكريم بنزيما في المنصة المخصصة لرفع هذه الكأس من طرف لاعبي ريال مدريد. ريال مدريد ملك أوروبا مرة ثانية للمرة الرابعة عشر بجدارة. طبعا عندما نقول بجدارة ليس فقط بسبب المباراة النهائية، لأن في المباراة النهائية فاز على ليفربول وما أدراك، ولكن بسبب إطاحته بباريس سان جيرمان في الثمن النهائي، بتشيلسي في الربع النهائي، تاريخا وحاضرا ومن دون شك مستقبلا، لأن الأجيال التي ستلبس القميص الأبيض أكيد ستضع في الحسبان بأنها صاحبة 14 تتويج.